الحكي من سنين حيطانك مع الياسمين صبح عليها بدري من بكير يا بلاد ما بنشبع حكي عنك انت الحبيب لساكني فينا الصبح والمعاش عايشين احلامنا بالليل الخير لما تنوى ولا في يوم تسأل عالأصل من وين كان الأصل عادات جمعتنا وعالصعب كنا نشد فيها الحيل ويسعد مساء حاراتها والبيوت وفيها أصالتنا يسعد مساء حاراتها والبيوت وفيها أصالتنا اللي ما بتموت يا بلاد ما بنشبع حكي عنك انت الحبيبي ساكني فينا الصبح والمعاش عايشي أحلامنا بالليل ها كيف الدراسة معكم؟ ممتازة حبيبتي. احنا وين كنا؟ عند هي ان كل مجتمع يخضع في تطوره لفئة. انا ما بسألك لك، انا بسأل مالك كيف شايفه؟ لا أبضاي، انا بقصد بالدراسة. شوفي، هو اذا بضل يدرس زي هيك ان شاء الله بيجيب علامة منيحة. لا انا ما بدي اجيب علامة منيحة، انا بدي اجيب علامة كاملة. انت بس انجح وانا عندي وعدي. بس ما في تراجع. ها اعمل لكم عشاء؟ لا 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 شكرا، انا امي بتستناني على العشاء. بعدين هي وعدت اذا فخري نجح بالاكمال راح تعمل له حفله. كل الناس بدهم يعملوا لك حفله، انت انجح وخلصنا. قلت لك رح اجيب علامه كامله، الشغله فيها سياره. مساء الخير بهي. نعم. ايش نعم عم نقول مساء الخير؟ كيف حالك؟ شو بدك؟ شو بدي؟ اطمن عليك؟ هيك اطمنت. تصبح على خير. يعني بهي شو فيها هيك؟ إذا قعدنا شوي دردشنا مع بعض حكينا كلمتين. أنوار، بدنا نضل نقول ونعيد ونزيد؟ إحنا اتفقنا. أنا
ليش؟ ليش قعدت؟ ما انت كنت بدك تحكي بموضوع. بحكي وانت واقف. طيب ماشي ماشي، هي وقفت معك. تفضلي احكي يا ستي. انا مش جهزت لك غرفة إلك وحطيت لك فيها كل اللي بتحتاجه عشان تنام فيها وترتاح فيها، وهاي غرفتي واتفقنا انه ممنوع انت تدخلها، صح؟ وإذا بدنا نشوف بعض بنشوف بعض تحت، صح؟ أنا غلطة، فيش مشكلة. في مجال أخذ منك موعد بكرة على الفطور؟ لا مشغولة. بالمناسبة هذا الروب اللي لابستيه تحفة، بجنن عليك. رح أحرقه قدام عينيك لأنه عجبك. تصبح على خير. تصبح على خير بهي. بس على شرط. تفضل بتغنيني؟ هيك وانا على شرط. شو تعرفي ترقصي؟ تعرفي ترقصي؟ بس استحي. لا ما بدك تستحي. والله كل عمان تتمنى تركب هيك سيارة، ما فيش زيها يا زلمة. احكي لك مع صاحبها ولا لا؟ طبعا احكي معه، بقول لك بدي اشتريها. وانت حكيت مع اختك؟ شو دخل اختي؟ يا سيدي حكيت لها وبدي تعرف قديش طالبين فيها. ماشي، اسمع مرات نظفت السيارة خليها تلمع زي الحمام. حاضر معلم. خلص يومين زمان وبحكي مع الزلمة ولا بجرب بالزمور. يومين زمان بحكي مع الزلمه برد له خبر. شو يومين؟ اليوم بدك تشوف. اليوم يا زلمه خلص وانا مروح. ولا شو مالك؟ ما زمرت هو. ما تنظفها بقول لك مش تزمر. ما وسخت الزمور بنظف فيه. خلص وانا بروح اليوم بحكي مع الزلمه برد له خبر. لا مش وانت مروح، اول ما بترجع بتودي لي عمران وبجيك فورا. عواد احنا بدنا ندق الحديد وهو حان. بالضبط. ان شاء الله تكون من نصيبك. والله لو معي قروش كنت اخذتها انا. ما فيش زيها يا زلمه. ان شاء الله يا رب. يلا ولع يا عمران شوي بدنا نروح احنا. ها اشربوا كاس شاي. لا ما بنقدر مستعجلين. الله معكم. الله يسلمك. مع السلامه. مع السلامه عواد. شو شوف الصوت مع محلى. تعال تعال شوف الصوت، اسمع الصوت بيقوله. شو مالك يا زلمه؟ ما 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 قلت لك نظفها مش زمر فيها. طب فضحتك قدام الجماعه. اقعد يا زلمه. ما 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 خلص يا زلمه. فخري مش مهم ولد هذا. شو بشوف جايب كل التنظيم معك ليكون كلهم بدهم يصيروا اساتذه. وايش هدهم بس شغله؟ لا 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 هاي ما حبيتها منك. معقول يعني على حساب بتحب شغلك؟ اذا بقول لك مو مبسوط ما بكون بحكي الصحيح.
هيك بحكي معاكم في البيت؟ على أساس أنت بتحب شغلك؟ والله أنا بالنسبة لي الأمور نسبية. هذا صحيح. أنا من جانب بحب التدريس، ومن جانب ثاني ودي أترك. أنا من كل الجوانب بحب أنك تيجي تشتغل معي هون بالجريد. ما هي أنا بشتغل. لا لا، أنا قصدي على طول على طول. يا سيدي كل شيء بوقته حلو. المهم شوف الشباب وش جايبين لك. خير إن شاء الله. شو هذا؟ قصيدة؟ لو تخصصوا صفحة للصغار، مع أنه النشامة اللي قدامك شباب. وأنا أشهد أنهم من خيرة الشباب. خذ عمو أعطيها لمصلح. لا 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 لا، أنت بدك تعلقنا مع مصلح؟ أنت أعطيها بعدين ببطل أدرس لك صباح. صحيح أنا ما قلت لك إنها نجحت. وبدك ترسب لي الشباب؟ ترى في عمران أنا نفسي أكون زيك، يعني أنا أكون لا عندي لا أب ولا أم. بالله جد؟ ومين حكى لك يا حبيب أمك إنه أنا ما عنديش لا أب ولا أم؟ أنا ما أنا مش هيك قصدي، أنا قصدي إني ولا أكون لك إنسى. بعدين أنت صحيح وين أمك وأبوك؟ فوق. الله يرحمه. بالسيارة؟ بالسيارة هاي كانت بتشتي شتا كثير قوي وصوت وهواء. وبعدين امي وابوي تركوني ما بعرف وين راحوا. بتصدق ابو العود كل ما تمطر بسمع صوتهم وبحكي معهم بس هم ما بسمعوني. لا لا بسمعوك. ما بسمعوني يا اخي، قصتي هاي ولا قصتك؟ طب خلص ماشي، إذا اللي تحت بسمعوش. شو هاد؟ طب اسمع ولا يا غضيب، بتروح بتقول لأمك تجيب لي صحن مقلوبة تمام؟ وقول لها كمان عمران بحكي لك مشان الله تعلمي طبخة ثانية غير المقلوبة نفخنا. إذا أنت بتحكي عنها هيك هذا أبوي معاه حكي يتجوز عليها. أما ما بتدخل بشغلات شخصية. لا محلا كنت بتدخل. أنا بدخن. فوخ تقبرني. شاب عصير حبيبي. الله يسلم هالإيدين. إيديك يا روحي. صحة وهنا. الله يخلي لي اياك. تعرف شو حبيبي؟ يا روحي عم فكر اعمل لك سهره غير شكل. يا ريت. من عيوني. تسلم لي على عيوني. ستين؟ لا. ام 44؟ كمان لا. طيب انا كعيت وانا بطلت العب. ليش؟ لانه ما بتعرف تلعب. انا ابو اللعب وبركض كمان. والله؟ بركض. طيب صحني هي حبيبي. هذا يا حبيبتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعدين
عدنان اطلع كل ابوك بتشفي رقصه حنجلي صوت بجبهة كركع راسي خلص بتشفي يا ما بدي اعرف انام. لا يا امه مشان الله يا امه مش طالع هسه بهدلني على المسا بعدين هسه بتعبوا بناموا تعبوا بناموا خليك قاعد انت التاني. اخ شو بدك حبيبي؟ الدار ضيقة بدي محل اوسع من هيك هات شوفي تعبت يعني؟ ايه انا اتعب بس الدار ضيقة. تعرف شو حبيبي؟ ايش يا روحي؟ تعرف شو ناقصن هالايدين؟ شو ناقصن؟ مبرومتين. ماني جبت لك سلاتين ليش ما لبستيهم؟ بعرف حبيبي بس انا بدي مبرومتين ولا انا ما بستاهل يعني؟ ايه بشري مبرومتين ومبروشتين على هالايدين. الله يخلي لي اياك يا روحي ولا يحرمني منك ابدا. رقص لك كمان. كيف صباحك؟ الحمد لله على سلامتك خالتي. الحمد لله على سلامتنا كلنا. خلص التوبة. خير إن شاء الله، كم حادث تعملي؟ أنا شفت الحادث بقلبي مليون مرة. ما بطلع معك، هي آخر مرة. وأنتوا ما تطلعوا معه. غلطتنا أنا اشترينا السيارة. طولي بالك خالتي، طولي بالك. بتروح بتنادي عواد، بدي أبيع السيارة. تحلم خالتي. نشوف مين بيحلم يا سيد فخري والله عال. انتوا لو ما كنتوا مبسوطين معه ما كان مسترجي يعمل هيك. كيف سمور عمي؟ تمام عمي تمام الحمد لله بتسلم عليك. طيب انت احكي لي شو حابب تشتغل لنا؟ والله اللي بتشوفه مناسب يا عمي. اسمع أنا راح أشغلك مراقب دوام، يعني بدي تتابع الموظفين، مين اللي بتأخر عن دوامه، مين اللي بيغيب بدون إجازة، شو رأيك؟ والله عمي أنت اللي شايفه مناسب أنا جاهز يعني. واعتبر راتبك حيكون 50 دينار. 50 دينار؟ عندك الله يطول بعمرك. الله يطول بعمرك يا رب. طيب 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 اهدى اهدى روق يلا يلا على الشغل. يلا. كيفهم الحلوين؟ أهلين. تفضلوا معنا. شو بتفكرنا؟ شو؟ منفكركم جيران يعني ايش منفكركم؟ نستناكم تحت؟ مبين عليكم ما بتستحوا. هو اللي ما بيستحي أنا شو دخلني؟ ايه؟ ما انت صاحب السيارة. على العموم أنا اسمي مالك وصاحبي فخر. أنا ريهام. وأنا مالك. بدي إياك تسجل عينيك وتمدي إيديك. ليه؟ في مفاجأة. بس حتفتحين. ماشي. ترى أنا براكبك. لا تفتحون الا لما كلش. فتح؟ لا ايه بس فتحي. ياي يا عمري الله يخلي لي اياك ولا يحرمني منك. خذ حبيبي. تقبر قلبي. هلا صاروا ايدي حلوين شوف. منعش لما بوعي بخلفش. الله لا يحرمني منك. بس بدهن ياكلن من ايدك شكفى. مبروك.
ليش لهلا؟ كنا عند السنديانة أنا وخالي سهرانين. هات شو؟ مفاتيح السيارة. كان ناقصك سيارة لحتى تفلت على الآخر. مين قال أنا فايت؟ اسكت ولا كلمة. أنا شو عملت؟ ولك لسه بتسأل شو عملت يا داشر؟ أنا مش داشر. لا تجاوبني. اللي بيطلع من الصبح لهلا شو بيكون؟ مربى؟ وين بتروح فيها؟ وين بدي أروح فيها؟ من صفها جنب السندياني أنا وصحابي ونضلنا قاعدين جنبها. أنت لقيته عند السندياني؟ ها؟ فوت جوا فارس. بده يضل، بده يسمع كل الكلام، فاهم؟ ما برضى لك تطلع عن طوعي. مين اللي طلع عن طوعك يا فوزي؟ حتين ليش هالحكي؟ ما بتيجي على البيت إلا لتنام فيه. وين بدك يعني أقضي القطيع؟ قضيها وين ما بدك. سيارة ما في. أنا مش ناقصني قلق. هات المفاتيح. يا ربي مشان الله دعاء. اي ما يا دعاء تعال يما، راسي رايح يتفجر. تعال يما تعال. يلا يما يلا يلا يلا. هاتي قربتي. لف لف لف. قربتي قربتي. هادي هادي هادي. والله غير اصيح عليهم كيف ما خليلهم لا شنني ملني. يما شو شو تصيح عليهم؟ احنا نكسنا نرجع نعلك معهم. خلينا نعلك والله لا خلي صوتي للشارع. يما من شان الله خلينا نرحل من هون. نرحل؟ هذا اللي بدها اياه. نرحل من هون من شان تسكن اهلها. ان شاء الله بتسكن العفاريت. احنا بدنا نخلص، بدنا نرتاح. كيف يما بدنا نرتاح؟ مش مجفينا سكنتنا تحت وهي فوق وقاعدين تحت كباكيبها؟ مجفي فرقت بين الاب واولاده. يما لا تفرجيهن ولا يفرجونا، احنا بدنا نخلص، مش عارفين ندرس، مش عارفين نعمل اشي. تبعتي اخوي عند ابوي بحكي له انه بدنا نرحل وبتنتهي القصه. انا من هان مش طالعه الا على المكبره. يما حبيبتي يعني هيك عاجبك صوت كبكبه كل الليل براسنا؟ اذا ما اجوا بالمليح بجيهم بالعاطل. اي والله والله تطلب لهم الشرطه. يا زلمة مكتوب برا المحل انه للأجانب فقط. شو اللي أجانب مع أجانب؟ المصاري بتخلينا أحسن من الأجانب. لسه لو يشوفوا السيارة اللي معك لكانوا حملونا لون حمل. ولك لعيونك، بكرة بدي أجيب. تعقل أنا عجبني الوضع هون، نصير كل يوم نسهر زي هيك. بس اسمع، بدناش حدا من اللي بنعرفهم يشوفونا وإحنا بنيجي على هذا المكان. ولك يا هبل، هو في حدا من اللي بنعرفهم بيجوا هيك محلات؟ انسى لو سمحت. استنى شوي ليكون محل غالي ولا إشي. يا زلمة ولا يهمك، الغالي بالخص لك. هاي عندي، أعطينا اثنين ويسكي دبل. دبل من أولها يا فخري. يا زلمة دبل. اسمع، بدنا نتعرف على كل الموجودين هون. بس متعرف عليهم، في حد ماسكك؟ بنات بس. بنات بس. بعدك صاحي؟ سألتك وين لهلا؟ كنت عند مالك في البيت. من أنت بتسهر عند مالك؟ حلف علي إلا أتعشى عنده. تتعشى عنده؟ إذا مش مصدقتيني اسألي أمه. أنت شو بدك تعمل فيه؟ شو بدي أعمل فيك؟ بعدين أنت ليش بتحكي معي هيك؟ كيف بدك يعني أحكي؟ أترجاك تبطل همالة؟ أنا مش هامل. بتغيب لنص الليل ومش هامل؟ هي الدنيا عطلة. رجعنا لنفس الكلام. فوزي تصبح على خير. إيه جاي شبك؟
ست نجاح، مش عارفين ننام من صوت كبكيبك. ايه منعتذر منك يا خالته. خالته؟ والله معاك حق، معاك حق تكوني خالته، بس عاد كان لازم تكون لجوزتش اللي جوا. يا عمو! ايه تكرم عينك. عمو تعا كلم خالته. شو اللي بطلعتش هان؟ شو اللي شو؟ مش عارفين ننام من كتر كبكيب مرتك فوق روسنا وهيك على بتركزتك على صوت الراديو. انزلي على دارك وتفتحيش تمك ورشل. طيب انا بورجيها وبورجيك، ولا بورجيك يا ابو عدنان. طيب 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 يا ابو عدنان بدبارك عندي. انكلعي. خلص يما خلص امشي، شو بدنا فيه؟ هتكلعج. سمعتي اللي قالته مرتك؟ ليك منعيش، يا انا يا مرتك بهالبنايه. يا حبيبتي ما بدي اسمع ولا كلمه. وين جايه؟ ادخل على غرفتي. إلا ما فيك نام جوا، نام على الصوفاية. انت يا نايفة وزي بتحبها كتير، روح احكي لها فخري بدي اعتذر لك عشان اللي صار البارح، وبوعدها ما رح ارجع اتأخر مرة تانية. روح احكي لها بلكي اعطتني المفتاح. لا انا خالتي بس تكون معصبة ما بتحب تحكي مع حدا، اعفيني من هالمهمة. وانت يا فارس شو رأيك تروح تحكي لها؟ انا بطلت تحبني ومن وراك. ما بدي اللي صار يتكرر. شو قصة السمنة أنور بيك؟ مثل قصة السردين. هدول الجماعة متسلطين علي. بس يا بيك علبة السردين فيها بس ثلاث سمكات. مظبوط فيها ثلاث سمكات بس عم تنباع بثلاث قروش. يا جماعة زبون بيشتري شوال سكر، شوال رز، علبة سمنة، علبة سردين، لا عمره وزن ولا عمره عد. أنا زلمة نزلت الكمية على السوق ونزلت السعر، غلطان شيء؟ بس يا بيك في عليك شكوى رسمية على موضوع السمنة. اكتب لهم زي ما كتبنا لجماعة السردين، تعليق العضوية تحت بند منافسة غير شريفة. يلا يلا. الحمد لله على السلامة. الله لا يوفقك مرت أبوك. تخلص روح روحه. يما والله هيك اريح لنا. اريح لنا؟ بعد ما بكينا ساكنين في دار في عماره كلها النا، صرنا ساكنين في دار كتخم دجاجه، صرنا ساكنين في دار للاجار. يما في دار للاجار. يما على القليله هون رح نعرف ننام. وانا رح ادرس. بدك تنجح بالمدرك فاهم ولا لا؟ بدك تقلع عينها وعينه. خلص يما خلص، الا تضل تحطي بكلبك يما خلص. يما خلص بالله عليك يا فارس. يلا 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 خلينا نرتب الدار. يلا طعمي. فوتي بنتي فوتي. خلصت أبي؟ اي والله يعني ماشي الحال الحمد لله، خلصنا نص. والله يعني أكلة وقت طويلة هي الترخينة عندي، عندي ليلة شيء نترجع عليها. والله مبرساني أنا عم بقول له لمعيش بعد اثنين شغيلة من عندك يساعدوا أبي. عبس ما كان يرد. يلا بسيطة، الله بغنينا على هالكم دينار اللي حطيناه. يلا بس هون أريح لكم. ما شلون لك، بعدين بنصير قريبين منك وريحناكي من العيلة تبعه. يقطع عمره، لك ما صدقت انت خلصت منهم. يلا ستي الف الحمد لله والف مبروك. الله يبارك فيك. والله داري عم يجعني من النقلة. نايف يا نايف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الله يقبل يا خالتي. منا ومنك صالح الأعمال. ما بدك تتغدى؟ الحمد لله صايم. وليش ما حكيت لي؟ هيني حكيت. كان أخرت الطبيخ. لا خالتي، بعد ما يأذن المغرب باكل أي شيء. تعرف وين أخوك فارس وفخري؟ لا ما بعرف. يا ريتها مبروك إن شاء الله، بتشوفها وجه الخير. حبيبي يا رجب الله يبارك فيه. ف...
فخري؟ مش تزرع السيارة يفرط معك الماتور؟ الله يسامحك يا عمران، أنا هيك بيعمل فيها؟ الله يسامحني، مسكين فخري مسكين. وبكره بتسرق بشوفك بتناول حجر قد راسك بكسر القزاز والله يسامحني. ما مرسيدس هاي؟ مظبوط اللي عمران بيحكيه مظبوط. عمران اذا انا شفت فخري بشد في السياره راح احكي لك كمان. طم ما تهويش بيني وبين اخوي، تمزحش معي بالسيارات، تتدخلش بيني وبين عمران، بعدين دير بالك دحل السياره. هسه هيك صفت الشغله. فخري شو 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 اسمها سياره؟ كيف سيارة هاي عزيزة على قلبك تاخذك توديك تسميها عزيزة؟ حلو عزيزة. خلص يا جماعة، من يوم طالبنا نسميها عزيزة، اللي بده اياه عمران راح يصير. سميها المنمشة يا فخري احلى. مش قال لك تدخلش؟ طيب ماشي راح اسميكم اغاني. ايش يا عمتي؟ على الله ما بتعجبك اكلاتي يا منعش، بعد من دوق اكلات بنتي. والله اكلاتك نبي اطيب منهن. نعم؟ رح تشوفي. تقبريني يا ماما، العين ما بتعلى عن حاجة. الا لما الواحد يوقف على راسه. انا خلصت تعبانة. والله. ولا انا. انا خطت على بالي. الدار عجبتكم؟ تمام مرتاحين فيها. كتر خيرك يا صاحبي، كتر خيرك. اي والله كل سهركم. كل يا اخي كل. ليش ما بتاكل؟ لا هم هم خذ من هاي، خذ من هاي، خذ من هاي. شو مالك؟ ليش نايمين؟ ناظرتك لو ما عمل لك نقمة كلام. خليكي خليكي ماليش نفس. اسمع على خير. هويت ليش هو هيدا بره؟ ليش هو ليش هو؟ بتروح قبل الدار وما بترجع لنص الليل. ريحها. أنا راحتي بالشغل فايت نام. هويت سامحني، أنا غلطت معك. مئة مرة قلت لك تجيبليش ورق ناقص. يا سيدي كل الأوراق موجودة. ولك وين المعاملة؟ وين ها؟ طلع لي إياها. المعاملة أربع فايلات، إذا تريد أجيب لك إياها. إذا تريد. ولك كل ورقة لازم تمر علي إن شاء الله ألف ورقة. تمام سيدي تمام. امشي من هون، امشي. رزاق. معقول هذا التيس متجوز نوها وانا الحصان متجوز بهي؟ خير خالد؟ يا نيالو خالد. انوار. اخ انوار، ضحيتك انوار، ذبيحتك انوار، ولك مجنونك أنوار. أنت أمتى رح تعال؟ شو أخبارك؟ أي أخبار؟ وفي أخبار صحرة جفاف حيام أحطط أحيط. ولك يسعد الله على هالضحكة اللي بتسخسخ. خلينا نكون أصدقاء وبس. ماشي أصدقاء ما اختلفنا، بس الأصدقاء بلتوا بالمناسبات على الأقل. اسمعي شو رأيك نيجي نسهر الليلة عندكم؟ شو المناسبة؟ شو بعرفني يعني ضروري يكون في مناسبة. طب شو رأيكم تجوا تتعشوا بمناسبة نجاح مالك؟
يا ريتو ألف ألف مبروك. ها هذا حكي. الله يبارك فيك، مع السلامة. ايش الصوت هذا يا رداد؟ من الحمل يا معلم، من الحمل. ضربت لي فلتر الهواء يا زلمه. تفضل يا معلم، هاي الغلة مرفوض هيك؟ اللي بيقبض بيظل مبسوط يا رداد. سبحان الله، دنيا دوارة. صاحب الونش لشوفير عليه. قولي على قامتي. اوف، يعني أنور بيك بجلالة قدره ما رح يلاقي سكرتيرة غيري؟ ادخلها بخمسين دينار بالشهر ولحقنا على دينار. ليش بتعيطي؟ شو صاير؟ بشرفي ما يعرفوا إنه بنت بتنزل مشروبات، الله يصفوا طوابيره على الدور كمان. يعني فكرة استمرار الإنسان هي بإنه ينقل الأشياء اللي خبرها وتعلمها لأولاده. معلم ملكش مصلحة هذا في السرسل. مشان قصة هذا مشروع المطعم نعمله سوا إن شاء الله. أنا شو بيطلع علي أنا حاضر. القهوة مصير مطعم. لما دفع زي العالم والناس مصروف راح أرفع عليه قضية نفقة. حرام؟ شو بدي أشتري قهوجي؟ اقص.